حلقة جديدة من شقاوة شطار. صباح الخير على كل أصحابنا اللي دايما بيتابعونا في حلقاتنا في شقاوة شطار، وأنا مبسوطة جدا إني معاكم النهاردة. وكمان إحنا طبعا في حلقاتنا في رمضان بتبقى حلقات جميلة جدا، بنحاول إن إحنا نستمتع فيها ونتكلم فيها عن موضوع مهم ويفيدنا، ونقدر إن إحنا نعمل بيه حاجة جميلة في رمضان، وفي نفس الوقت نطبق سلوكنا وسلوكياتنا اللي إحنا بنتصرف بيها عموما طول السنة. احنا النهارده هنتكلم مع بعض في موضوع جميل، بس تعالوا الاول اقول صباح الخير لاصحابنا الجمال اللي موجودين معايا النهارده في الحلقه. معايا محمد. صباح الخير يا محمد. صباح النور. بطل شقاوه بقى ولا مش هنبطل شقاوه؟ عرفت منين بقى؟ عرفت منين ايه؟ انا عارفه طبعا ان انت شقي، بس احنا عايزين شقاوتنا تبقى شقاوه شطار. كده شقاوتنا شقاوه شطار، مفيش شقاوه بقى بوكس وحاجات دي. شقاوه بوكس، ماشي اوكي. ايه مريم، صباح الخير يا مريم. صباح النور. صباح الخير يا جنى. صباح النور. عاملين ايه؟ كويسين؟ اه. تعالوا بقى النهارده مع بعض كده نحاول نتكلم مع بعض في موضوع جميل يفيدنا ويفيد اصحابنا كمان اللي بيشوفونا ويتفرجوا علينا دلوقتي. وعايزين نتكلم عن حاجه مهمه جدا. الحاجه دي هي ان احنا لما بنغلط بنشوف كتير قوي قوي ما بيعترفوش بغلطه، ويفضلوا يقولوا لا انا مش غلطان، لا انا مش غلطان. طبعا احنا ما ينفعش ان احنا يبقى ده سلوكنا في التعامل مع الناس، ان احنا نغلط في اللي حوالينا وما نعترفش بالغلط بتاعنا. صح يا مريوم؟ صح. المفروض ان احنا نعمل ايه؟ المفروض ان احنا نعترف بغلطنا، ولازم برضو ما نيجي نعترف مش قايلين اسف وخلاص، لا لازم نعترف ونقول الكلمه بطريقه حلوه. برافو عليك يا مريم. هي يا جنى لو حد يغلط في حاجه لازم يقولها برضو، وكمان لو هو ما قالهاش وفضل يكررها كتير ما ينفعش. طبعا كتير بنشوفهم حوالينا يا محمد دايما ما بيعترفوش بقى بغلطهم، ويقعدوا يقولوا لا انا مش غلطان وما بيصلحش من نفسه. طبعا احنا عارفين ان احنا لما بنعترفش بغلط معين فينا ما بنعرفش ان احنا نصلح من نفسنا ونبقى كويسين ونبقى احسن. صح يا محمد؟ صح. مين من صحابك بقى احكي لي بيعمل الحكايه دي؟ كل ما تتخانقوا مثلا مع بعض يقول لك انا مش غلطان؟ لا، كل ما نتخانق مع بعض في النادي مثلا نفضل نضرب بعض وكده، يقول له انا اكبر منك، اقول له طب احترم نفسك، وبتحصل خناقه بقى وضرب وكده. ضرب؟ لا بنزق بعض، يعني مفيش ضرب. لا ما ينفعش، ما ينفعش احنا اصحاب بنزق بعض في الاخر بنتصالح يعني، بس هو بيقول لي لا انا مش غلطان، واقول له خلاص انت مش غلطان انا كمان مش غلطان، بس بنفضل بقى نعمل كده في الاخر بنتصالح يعني عادي بنرجع. اهو ده اللي انا بتكلم فيه بقى، فكره ان احنا نقول لا انا غلطان ولا انا غلطان. طب مين غلطان في النهاية؟ مين تفتكروا؟ أكيد في حد غلطان. أيوة. بس أنا بقى عنده لو مثلا لو أنا العكس، بس لو أنا هو لو بدأ أقول له لا أنت اللي بدأت صح، فهو هيقول لي لا أنا ما لمستكش، فهو هيبقى كده كذب يعني. طب أنا هقول لك على فكرة حلوة قوي، تعالى كده قرب مني كده وأنا أقول لك على الفكرة. إيه رأيك لما إحنا أنت تبدأ وتقول له طب يا سيدي أنا غلطان وما تزعلش مني وأنا آسف؟ هتحرجه، هيبقى محرج جدا منك ان انت عملت الحركه دي. حيث. احنا كده هنبقى بنحرجه بادبنا وبذوقنا. لما نلاقي اللي قدامنا احنا الاثنين غلطانين، طبعا لو احنا الاثنين غلطانين مثلا مريم وجنى هما الاثنين شايفين ان هما غلطانين. مريم جنى مش عايزه تعترف، لكن مريم جت قالت لها طب انا غلطانه انا اسفه، فجنى اكيد هتحس طبعا انها كانت غلطانه هي كمان وتبقى محرجه. فنحاول ان احنا نعلم بعض بسلوكنا الجميل يا محمد، مش احنا الاثنين نقلد بعض في السلوك، عشان هو قال انا مش غلطان انت كمان تقول انا مش غلطان، ونعمل بقى خناقه كبيره وكدا. ايوه صح، وتكبر الخناقه وما نتصالحش ابدا ابدا بسبب اللي احنا بنعمله ده. علشان كده احنا لازم دايما نعترف بالغلط، وموضوع فكره اعترافنا بالغلط ده بيخلي في حاجات كتير قوي. نبطل شقاوه بقى يا محمد، بطل شقاوه. بيخلي ده يخلي الناس اللي حوالينا اولا تفكر فينا ازاي يا مريم، ان احنا ايه، تفكر فينا ان احنا يعني مؤدبين. برافو عليكي. وايه كمان يا جنى؟ ما بنكذبش، ان احنا ما بنكذبش وان احنا سلوكنا مؤدب وبنقول الحقيقه. برافو عليكي. وكمان لما بنقول له كده هما بيتحرج ما بيعرفش هو هيقول ايه، فبس فلو بقى بيفضل قاعد ساكت ويتحرك. بس احنا نعلم بعض دايما السلوك الجميل ونفهم بعض احنا واصحابنا ان اما حد بيبقى ضايقنا بنقول له طب انا اسف، واما حد يضايقك المفروض ان انت تعمل كده معي. برافو عليكي، شطوره. دايما السلوك الجميل ده بيخلي انطباع الناس اللي حوالينا عننا ان احنا مؤدبين وان احنا تعاملاتنا جميله، وده يحبب فينا الناس اكتر، ويخلي الناس اللي حوالينا كلها دايما بتقول علينا ان احنا شاطرين وان احنا مؤدبين وسلوكنا جميل. صح؟ صح. احنا هنكمل معاكم حلقتنا النهارده في شقاوة شطار، وتعالوا دلوقتي نروح نشوف هنعمل ايه في حلقتنا النهارده. خليكم معانا.
احنا معاكم دلوقتي في ورشة شقاوة شطار، وهنعمل مع بعض النهاردة زينة رمضان. طبعا هي فكرتها سهلة جدا وبسيطة ومعمولة بالورق. طبعا هنجيب ورق ألوان وهنعمله بشكل جميل جدا جدا علشان نعمل بيه زينة رمضان. هتساعدني خديجة وكمان يوسف. هاي يوسف هتعرف تعمل ولا لأ؟ الحمد لله. هتعرف تعمل ايه دي؟ عارفة. طب وريها لهم بقى كده، مسكها كده وريها هتعملها ازاي. هاي خديجة هتعملي ايه؟ هعمل دي. تعملها شكل ده؟ والأول هنعمل كيرف زي ده كده ونربطه بده، بعد كده نعمل واحد زيه برضو، وبعد ومن هنا هنعمل دورية ونلزقها بالجلو، وبعد كده برضو نعمل زي الاثنين اللي فاتوا. طيب احنا طبعا هنوريهم الستبس دلوقتي. انت يا خديجة هتعمل لهم اللي هو الدوريات مع بعض الالوان، وفي كمان شكل تاني هنعمله هنوريكوا هيتعمل ازاي، بس هو في النهاية سهل جدا. طبعا هنستعمل الخيط علشان نربط بيه الزينة، ممكن نعملها يعني زي الشكل ده كده نعلقه واحد، وممكن نعمل كذا واحد طبعا في خيط طويل هيبقى شكله جميل قوي، صح؟ تعالوا نبتدي دلوقتي. الورق بتاعنا الموجود احنا قصينه باحجام، في صغير وفي اكبر منه، يعني عاملين كذا طول مع بعض علشان نقدر ان احنا نعمل الشكل بتاعنا ده في النهايه. وطبعا عاملينه وخرمينه من الناحيتين بالشكل ده علشان هنوريكم ازاي هنحط فيه الخيط. هنستعمل الجلو كمان، وطبعا المقص هستعمله انا، اصحابي الصغيرين ما يستعملوش المقص. ودلوقتي هنبدا مع بعض نوريكم الستابس بتاعتها ايه. احنا الاول قصينا طبعا الخيط، بنحاول ان احنا نقص اجزاء صغيره بحيث ان احنا نقدر نربطها مع بعض. واول حاجه هنعملها في الشكل اللي احنا اتفقنا عليه ده، هنجيب الطول القصير خالص هناخد منها واحده بس، وبعدين هنجيب الطول الاطول منه هنحط اتنين حواليها، يعني هتبقى القصيره واحده في النص، وبعدين من كل طول اتنين، الاولاني ده اتنين والتاني زي ما هنشوف مع بعض كده. طبعا احنا بنختار الالوان زي ما احنا حابين، يعني ممكن نعملها باي شكل احنا حابينه. هنعمله يعني حطينا زي ما اتفقنا مع بعض، وهنبتدي نجمع بس كل خرم مع بعض بالشكل ده علشان نقدر نحط فيه الخيط في الاخر. هوريكم ازاي دلوقتي. بعد ما جمعنا الخروم من فوق كده، طبعا هنلاحظ ان تحت هنلاقيها اطوالها مختلفة، فلما نجمع تاني الخروم الناحية التانية كده هنلاقيها انها بدأت تعمل لنا شكل الكيرف اللي احنا اصلا عايزين بالشكل ده. هنجمعها طبعا علشان يبقى شكلها مظبوط، هجمعها لكم دلوقتي واربطها بالخيط، هتلاقوا ان شكلها بقى من جوه كده. بعد ما جمعناهم بقى بالشكل ده كده، ده شكلها النهائي زي ما اتفقنا مع بعض. بنبدأ من اول ان احنا نجمعهم من ناحية ونحط الخيط، وبعدين نجمع بقى الاطوال بتاعتها المختلفة من الناحية التانية هتدينا الشكل ده كده. تعالوا نشوف بقى يوسف وخديجة وصلوا لحد فين. هاي يوسف عملت ايه كده، احكي لنا بقى. هو انا ربطت كل دول كده ببعض وفضل لي اخر واحدة. وعملت واحدة في النص الدايرة علشان اشرح لهم كده. وانا عملت ديت كده دايره ولزقتها بالجلو. يبقى احنا عملنا اللي في الجنب بشكل كده بيضاوي، واللي في النص هي اللي عملناها دايره علشان تدينا الشكل ده. هي وانت يا خديجه عملتي ايه؟
بعد بحط كل اعمل سيركل واقوم جايبه سيركل تانية احطها جواها وبخلصها والسيركل التانية لحد هنا. شكلها جميل قوي قوي. طبعا زينه رمضان بتبقى حاجه جميله جدا، احنا دايما بنحب نعمل في رمضان اشكال جميله، نحط الفانوس ونعمل زينه، والحاجات دي كلها بتفرحنا جدا وبتخلي طبعا رمضان احلى، لان احلى حاجه في رمضان طبعا بجانب ان هو شهر كريم وان احنا دايما بنبقى مبسوطين بوجوده، احلى حاجه فيه كمان المظاهر اللي بتبقى موجوده فيه زي الزينه وزي الفوانيس وزي الحاجات الجميله اللي دايما بنشوفها. ها ايه رايك؟ حلو كده؟ نعمل بقى الزينه ونكملها ونعلقها بعد كده. هي خديجة قربتي تخلصي؟ طب احنا هنكمل مع بعض، هنكمل بقى الورق ونعمل الزينة بتاعتنا عشان نبتدي نعلقها، ودلوقتي هنروح مع بعض نكمل حلقتنا في شقاوة شطار. خليكم معانا. دلوقتي احنا معاكم في شقاوة شطار وهنقرا مع بعض قصة جميلة جدا من قصص القرآن، القصة اسمها ناقد صالح. حد عارف القصة دي؟ لا. انت عارفاها يا مريومة؟ برافو عليكي شطورة. تقدري تقولي لنا اولها ايه؟ كان سيدنا صالح كان عنده ناقة، فهي الناقة دي هي جت من كان هما كفار. كان سيدنا صالح ما كانوا بيتعبوه فهو سابهم، فقام هو في مرة جاي يحيلهم، فقام قايل له لو انت عملت لنا معجزة احنا هنوافق. فقام ربنا عمل معجزة ان الناقة طلعت من الجبل. عليكي شطورة شطورة يا مريم. وهي قصة طبعا من قصص القرآن الجميلة جدا، سيدنا صالح. طبعا احنا عارفين ان في قوم كانوا في الجزيرة العربية اسمهم قوم عاد. قوم عاد ربنا ارسل لهم سيدنا هود ان هو يدعوهم لعبادة الله وان هم يسيبوا عبادة الاصنام. قوم عاد ما سمعوش كلام سيدنا هود وفضلوا فعلا في يعصوا الله ويعبدوا الاصنام، فربنا ارسل ليهم الرياح واهلكهم كلهم وكلهم ماتوا ودمرت كل بيوتهم. وبعد سنين ظهر قوم اسمهم قوم ثمود يا مريوم، وكان فعلا من ضمنهم يا جنى سيدنا صالح اللي ربنا اختاروا علشان يدعوا لعبادة الله وحده، وطبعا انهم يتركوا عبادة الاصنام زي ما انت بتقولي. وفضل يدعو قوم ان هم يوحدوا الله وان هم يعبدوا ربنا وهو اله واحد لا شريك له، ويسيبوا عبادة الاصنام يا جنى. لكن هم فضلوا على عندهم وآمن بيه مجموعة صغيرة جدا، لكن كلهم ما كانوش مصدقين وما كانوش مصدقين ان هو فعلا نبي الله. قالوا له علشان نصدقك لازم تعمل لنا معجزة يا محمد. ايه هي المعجزة دي؟ طلبوا منه انهم يخرجوا له انهم يخرج من الجبل ناقة، اللي هي الناقة دي اللي هي الجمل، اللي هو الجمل. اوكي، ان هو يخرج لهم ناقة من الجبل. وفعلا وقف ودعا ربنا وخرج الناقة، خرجت الناقة من الجبل، وفعلا حسوا انها طبعا معجزة لان هو سيدنا صالح كان نبي الله، فهي فعلا كانت معجزة. ولكن امن بيه بعضهم، ولكن الباقي كانوا مصرين على ان هم ما يعبدوش ربنا وانهم يعبدوا الاصنام. الناقة دي بعد كده كان طلب منهم سيدنا صالح ان هي الناقة دي هتشرب يوم كامل من البير، وهم مش هيقدروا يشربوا في اليوم ده، هم هيشربوا في اليوم اللي بعديه، ولا الحيوانات بتاعتهم ولا اي حاجة خالص تشرب من البير ده في اليوم اللي هتشرب فيه الناقة. فاتضايقوا جدا مجموعة من الكفار، وكان طلب منهم برضو انهم ما يحاولوش انهم يأذوا الناقة دي خالص، لكن هم قرروا مع بعض وتجمعوا وقرروا انهم يقتلوا الناقة دي. فبعد ما قتلوها هو هددهم وقال لهم انا قلت لكم ان انتم ما تقتلوهاش لان انتم كده ربنا هيعاقبكم. فهم ما كانوش مصدقين وقالوا له لا احنا مش مصدقينك. قال لهم في علامات معينه هتدل ان انتم ربنا هيعاقبكم، في اول يوم وجوهكم هتبقى لونها اصفر، وتاني يوم وجوهكم هتبقى احمر، وبعدين تالت يوم وجوهكم هتسود خالص، وده هيبقى العلامه اللي هتتعذبوا بيها او اللي هيهلك بيها كل القوم. فبعدها
ما كانوش مصدقينه واستهزأوا بكلامه، وبعدها قرروا ان هم كمان يقتلوا سيدنا صالح. فالوقت اللي قرروا فيه ان هم يقتلوا سيدنا صالح، ربنا دخلوا الاول الكهف قبل ما يقتلوه، فربنا طبعا خلى الكهف ده يقع عليهم وماتوا كلهم. والباقي باقي القوم اللي كانوا مش مصدقين وبدأوا يحسوا ويشوفوا العلامات اللي ربنا عملها، زي ما اتفقنا مع بعض ان وشوشهم اتغير لونها من اصفر وتاني يوم احمر وتالت يوم اسود، وفعلا بدأت الارض تحتيهم تتهز والسماء تصدر اصوات جامدة جدا، زي ما سيدنا صالح قال فعلا ان ربنا عذبهم وكلهم ماتوا، ولانهم ما سمعوش كلام سيدنا صالح وكانوا ما بيعبدوش ربنا وما مرضوش ان هم ينفذوا الكلام الصح. قد ايه ربنا نفذ، وسيدنا صالح شاف بنفسه ربنا وهو بينفذ العقاب بتاعه فيهم ان هم ماتوا كلهم. كده خلصت القصه بتاعتنا النهارده وهي ناقه صالح. تعالوا بقى نشوف كده ايه رايكم في القصه الاول. القصه حلوه عجبتني، بس الكفار يعني هم ليه كانوا بيعملوا الحاجات دي فيه؟ ما هو احنا هم كانوا وقتها بيعبدوا كانوا الاصنام وما كانوش مصدقين. احنا عارفين طبعا ان في كل حاجه بيبقى في ناس مؤمنه، ناس بتصدق او مؤمنه بالله، وناس تانية ما بتبقاش مؤمنه بالله زي الكفار. الكفار في منهم ناس امنت بالله وفي ناس ما رضيتش وعندت وما كانتش مصدقه بوجود الله. هيا جنى، استفدت ايه من القصة؟ اللي احنا ما ينفعش يعني لازم تصدق اي حاجة، حتى لو هو حد لازم يقنعنا باي حاجة. طبعا زي ما انت بتقولي ان هم كان وقتها يا جنى هم كان لازم يسمعوا كلام سيدنا صالح وهو نبي الله، لكن هم ما صدقوش كلامه، وحتى لما شافوا بعينيهم المعجزات اللي عملها ما صدقوش برضو كلامه وفضلوا في عندهم. احنا بكده خلصنا مع بعض النهاردة قصتنا، وهنروح نكمل مع بعض حلقتنا في شقاوة شطار. خليكم معايا. واحنا دلوقتي معاكم في مطبخ شقاوة شطار. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة جميلة جدا. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه يا مريم؟ نعمل بسبوسة. بسبوسة، هنحط عليها ايه من فوق؟ اهو اهو لوز. لوز تبقى طبعا جميلة جدا جدا البسبوسة. واحنا عارفين ان في رمضان دايما بعد الفطار بنبقى محتاجين ان احنا ناكل حلويات، لان احنا طول اليوم ما اكلناش اي سكريات خالص، فبنحاول ان احنا دايما نعمل حلويات جميله ممكن نعملها بنفسنا في البيت ونساعد ماما فيها. وفي نفس الوقت طبعا مش هناكل كميه كبيره من الحلويات بعد الفطار، لان في ناس كتير جدا وكتير من اصحابنا بيحبوا الحلويات جدا، فتلاقيهم بقى بعد الفطار يا جنى قاعد ياكلوا بقى حلويات كتير قوي. ينفع كده؟ لا ما ينفعش طبعا، فعشان احنا نكتر من حلويات يا مريم هناكلها بس ناكل بكميه معقوله. هنبتدي دلوقتي نقول لكم بقى ايه المكونات اللي هنعمل منها البسبوسه. اول حاجه بنجيب البسبوسه اللي هي الباكت اللي هو اللي بيبقى فيه البسبوسه جاهزه، بس ان احنا هنحطها ونقلبها مع مكوناتها اللي هي الزبادي، كوبايتين زبادي وكوبايه نص كوبايه زبده، وجايبين كمان اللوز. وهنبتدي نعمل حاجه حاجه، هنبتدي نحطها هنا ونعملها جامد بالمضرب. طبعا المكونات مش هنحطها كلها مره واحده، هنحط حاجه حاجه. اول حاجه هنحط الزبده وهنحط الزبادي. اوكي طبعا دلوقتي مريم بتضرب المكونات. اول حاجه حطينا الزبادي وحطينا الزبده وبالمضرب بنعملها جامد بقى، جامد جامد. فين القوه؟ ايوه برافو عليكي شطوره. اول ما تتعبي جنى تكمل على طول. ايوه 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 صح كده. شطوره برافو عليكي. تعالي دلوقتي بقى ايه، يلا يا جنى نبتدي نحط ايه البسبوسه بقى اللي هي الباودر بتاعها. حطي بقى شويه شويه يلا.
طبعا هي طريقتها سهلة جدا زي ما احنا شايفين ان احنا نعملها ممكن في البيت، نعمل المكونات دي ونفاجئ ماما بقى ان احنا ايه عرفنا نعمل المكونات مع بعض، وهي بقى تحط لنا الصينية بعد كده في الفرن. طبعا مش لحد الفرن بس، في حاجة كمان بنعملها، تعرفوا ايه؟ بنحط اللوز وبنحط العسل. احنا هنحط اللوز الاول طبعا قبل ما ندخلها الفرن، برافو عليك. وهنحط العسل، هنعمل العسل ده ازاي تعرفي؟ لا. يبقى سكر ومية، وفي الاخر بنحط يعني نقطتين ليمون كده، وطبعا لازم تبقى البسبوسة سخنة ونحط عليها العسل سخن، تبقى جميلة جدا جدا، تبقى جميلة تكفي؟ جميل. تعالوا دلوقتي نحط بقى المكونات بتاعتنا في الصينية. احنا بعد ما خلصنا في الاخر حطينا بقى اللوز، ودلوقتي فاضل ان احنا نعمل ايه؟ نحطها في الفرن. هنحطها في الفرن، وطبعا هنطلعها ونحط عليها العسل زي ما اتفقنا مع بعض، وبعدين نعمل ايه بعد كده؟ ناكلها. ناكلها طبعا. ناكلها كلها؟ لا، اكيد هناخد حته صغيره مش كده؟ طبعا احنا هناكلها بعد الفطار، مش هناكلها دلوقتي طبعا، احنا هنستنى بعد الفطار عشان ناكلها. وكده خلصنا مع بعض مطبخنا النهارده. طبعا احلى حاجه ان احنا دايما نساعد ماما في الحاجات البسيطه اللي احنا نقدر نعملها طبعا، لكن في حاجات ما ينفعش نعملها، ما ينفعش نفتح البوتاجاز لوحدنا او نفتح الفرن لوحدنا، لازم ماما طبعا هي اللي تعمل الحاجات دي، لكن احنا ممكن نساعدها بالحاجات البسيطه دي، بتبقى جميله جدا وهي كمان بتفرح بينا قوي وتتبسط ان احنا بنساعدها. احنا كده خلصنا مع بعض مطبخنا، ودلوقتي هنروح نكمل حلقتنا في شقه وتشطر. بسرعة خلصت حلقتنا النهاردة في شقاوة شطار، وانا كنت مبسوطة جدا اني معاكم النهاردة، ومبسوطة ان احنا دايما في رمضان بنحاول كده نتكلم مع بعض ونفكر بعض بالسلوك الجميل والحاجات الحلوة قوي اللي احنا المفروض نعملها ونطبقها ونحاول نبدأها مع بعض في رمضان ونعملها في رمضان بس يا مريم في رمضان؟ لا، نعملها في طول الوقت. طول الوقت يا جانا صح؟ احنا كده خلصنا مع بعض النهارده حلقتنا في شقاوة شطار، وانا مبسوطة جدا بجانا وبمريم وبمحمد، هم شاطرين، وكل اصحابنا اللي بيشوفونا كمان يا رب دايما يستفيدوا ويتبسطوا معانا في حلقاتنا من شقاوة شطار. ما تنسوش تابعونا على جروبنا على الفيسبوك، جروب شقاوة شطار، تابعونا وتابعوا حلقاتنا بعد اذاعتها. كده خلصت الحلقة، اقول لكم بقى باي باي. باي باي. باي باي. باي باي. باي باي.